ساكم الله بالخير اليوم عندنا سياره توب اوف ذا توب 760 ام باكج اكس درايف سياره توتون لونها كل الاوبشنز الغاليه فيها التوتون هذا بروحه اوبشن اضافي على سعر السياره سياره سعرها يبلش من 37000 لين 59000 اللي هي هذه السياره اليوم الاسعار تاكدوا من الوكاله لان ممكن تتغير الأسعار السياره للحين على الطلب وتوهم اعلنوا عنها ممكن يكون في تعديلات على السعر بس هذا السعر اللي سمعته اليوم من يعني الاناره اللي فيها كريستال ال اي دي والكدني هم حاطين له ال اي دي يطلع شكله بصراحه شيء وايد حلو انارتها طبعا الاماميه والخلفيه كلها ال اي دي القسم هذا بس حق الدي راننج لايت السياره تصميمها صار انسيابي اكثر مقابض البيبان وكل شيء صار يعني مع البودي عشان ما يعرق الهواء حجمها زاد طولها زاد ارتفاعها زاد يعني من كل النواحي طوروها الحجم صار حجم واحد الحين ما في الشورت واللونج ومحرك السياره ال 12 سلندر وقفوه الحين هذه ال 8 سلندر 4.4 تون تيربو 544 حصان و750 نيوتن من العزم مع جير 8 غير ثمانية غيار ودفع كلي ذكي يوزع الطاقة أو القوة على حسب اللي أنت محتاجه أو السيارة محتاجته عشان الثبات. تتسارع من 0 إلى 100 بأربع ثواني فاصلة واحد مع أن وزنها 2.7 فالمحرك وايد قوي وشايل وزنها بالتكنولوجيا اللي فيها خلنا اوريكم السياره من الداخل قبل لا اوريكم نسيت اقول لكم حجم الرنقات او العجلات 21 انش شوفها مع بعض من الداخل تكنولوجيا عالم ثاني من الداخل السيارة من الداخل تبهرك أكثر من الخارج مع من برا خيال بس لما تدخل تشوف عالم ثاني اول شيء تشوفه شاشه الكيرف هذه آه الكبيره اللي هي السيستم حق الراديو او الابل كاربلاي بلاي ايا كان يعني الاساسيه 15 انش والجيج كلاستر او العدادات 12.3 والشيء الحلو ان هذه الشاشات 4K ريزولوشن مالها يعني وانت قاعد طالعها الريزولوشن جميل جدا هذه جيل جديد من الشاشات حتى السيستم مالها شكله مختلف عن اللي متعودين عليه بسياراتنا البي ام دبليو الريسبونس مال الشاشه سريع جدا انا قاعد اكلمكم الحين ومشغل المساج بالمقاعد المقاعد فيها تدفئه وتبريد طبعا ومساج كل سبل الراحه من غير ما تشغل المساج طبعا الكراسي مريحه مريحه جدا أم انت قاعد قدامك بروجكتر جميل وحجمه كبير السكان او المقود عجله القياده شكلها جميل جدا اول مره اشوفها بسيارات بي ام دبليو شكلها يعني شيء يعني يونيك والشيء اللي ما قلت لكم عنه لما تلف السكان او عجله القياده التواير الخلفيه تلف معاك يعني هي فور ويل ستيرنج السياره يعني مو بس بالامام علشان حجمها الكبير هذا ما تحس فيه بالانعطافات شيء ثاني السيارة مليئة بالمواصفات وكريمة بالمواصفات بعد يعني الكريستال بكل مكان تشوفون هذا شكله كريستال وداخله إنارات قاعد تغير ألوانها تقدر أنت تختار اللون تختار الشكل اللي أنت تبيه التحكم هني نفس الشيء كريستال الجير اللي ترفع الصوت دقمة التشغيل تحكم الكراسي كل شيء تحط ايدك عليه كواليتي وايد حلو يعني مو لاقي شيء يعني اقول انه مثلا لو كان كان صار احلى، مو لاقي. السياره كل شيء فيها تقول يعني معطينك اكثر من اللي انت متوقعه. السماعات فيها قاعد تشوفها فيها اناره داخليه. السماعه نفسها باورز أن ويلكنز، هذه من احلى انواع السماعات. السياره فيها 39 سماعه، 31 سماعه ومنهم ثمانيه سبوفرز وبالمقاعد هذه السبوفرز كلها. فانت فعليا لما تشغل موسيقى تعيش العالم اللي انت قاعد تسمعه الموسيقى تحس قاعد تتغلغل داخلك شيء 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 بصراحه يعني يفوق الوصف على قولتهم الشيء الثاني الاناره فوق بانوراما السياره نفسها فيها خطوط واشكال وممكن تغير الالوان يعني بدال مثلا ما يكون سقف السياره ما في فتحه ويكون فيها مثلا نفس سيارات ثانيه اللي هي الليتات لا هني فيها بانوراما والبانوراما فيها ليتات فما في سكريفايز ما ما ضحيت بولا شيء، انت ماخذ ما كل شيء. خل نروح ورا ونشوف السياره، طبعا بيبان السياره كلها صايره اوتوماتيك، تضغط دقمه هني الباب يفتح معاك وتطلع على راحتك وتسكر الباب هم اوتوماتيك، تقدر تسكره من هنا مثلا. القعده بالخلف هي احلى شيء بهذه السياره صراحه. مريحة جدا الكرسي اللي قدامك تقدر تجدمه وفي سنادة عزكم الله للريل تقعد مرتاح هذه تطلع معاك واذا بتنزل من السيارة الكشن بروحه يتعدل عشان تطلع ما له داعي تقعد تعبث وانت مستعيل أه الستاير وهالامور هذه كلها تحكمها من الكونسول هذا، الكونسول هذا الرزولوشن ماله احسن من شاشات وايد. شوفوا مثلا الستاير تقدر ترفع اللي تبيه وتسكر اللي تبي من هذا. وعندك الشاشة اللي فوق اللي هي ال 8K هذه جدا مهمه بصراحه لما تشغلها لازم تتسكر الستاير كلها خاصه اللي ورا اعتقد شيء سيفتي يتعلق بالسيارات اللي بالخلف شوفوا شلون الحين الشاشه تبطلت وخذت وضعيتها لكن الوضعيه هذه تقدر تغيرها انت تقدر تغير الزاويه تقدر تقرب الشاشه منك تبعدها فكل الاوبشنز عندك اياها أه الشاشه هني عليها الامازون فاير تي في أه فيها النتفليكس فيها وايد اشياء فيها اليوتيوب فيها الامازون يعني مواصفات الدنيا فيها هذه الشاشه مثلا شوفوا تغير الانبوت دش على مثلا الامازون فاير لازم تشغله من هني شوفوا كل المواصفات موجوده عندك هني مقاعد السيارة فيها مساج ومريحة جدا في عندك الكونسول هذا في تايب سي داخل المنطقة هذه يمكن يصير فيها اوبشن ثلاجة بس هذه ما فيها السيارة وعندك شاحن وايرلس في المنطقة هذه وتحكم التكييف وكل شيء من هناك خلينا نشوف هذه شنو فيها بعد التحكم فيها الامبينت لايتنج فيها التليفون والفاير تي في والسيتس والبلايندز والكلايمت والكلايمت والميديا كل تحكمك اللي انت تحتاجه راح تحصله بهذه المنطقه ونظام الصوتي لما بتطالع فيلم صدقني انه احلى من النظام الصوتي اللي يعني بالبيت عندك يمكن تنزل طالع فيلم بالسياره بالمصافط تستمتع اكثر من اللي بالبيت ليش لان 39 سماعه بمكان صغير والسماعات في المقاعد ونظام صوت 4D يعني شيء شيء خيال بصراحة. شو أقول لكم أكثر من كذي؟ السيارة من الخلف جميلة مثل ما هي جميلة من الأمام، شوفوا إنارتها الترحيبية حتى بالخلف موجودة. صندوق السيارة حجمه حلو وتقدر تفتحه عن طريق الريموت طبعا أو دقمة أو عزكم الله حركة الريل. مساحة حلوة داخل هذه السيارة. أنا بصراحة من كثر المواصفات بالسيارة نسيت البعض منها لان التكنولوجيا وايد هم يعيدون لك ويقولون لك تنسى. السيارة فيها نظام تعليق هوائي وشلون تذكرت؟ لان السيارة بروحها تو عدلت نفسها وطلعت صوت فتذكرت ان فيها نظام تعليق هوائي السيارة. نهاية الفيديو احب اشكر الشركة على دعوتهم. و... والشيء اللي يعني ودي يعني الفت الانتباه له ان الشركه مسكره واحنا قاعدين هنا الحين ساعة يمكن 12 ونص بالليل خلوني على راحتي لان الناس اثناء النهار ولين يعني ساعات العمل ما تقدر تصور سياره من كثر الاقبال عليها فطلبت منهم ان يفتحون لي الوكاله بالليل ومشكورين على انكم يعني خليتوني اقعد على راحتي واصور السياره واشوفها واستمتع فيها شوفكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية وإذا حصلت لنا تجربة نجرب هذه السيارة لحد الحين هذه سيارة المصنع فبترد المصنع قبل الإفنت هذا وما أدري متى بيبون منها سيارة دموع عشان نجربها لكم شوفكم على خير